في إحدى الأسواق الشعبية ببيروت لجأ سكان العاصمة اللبنانية إلى شراء السلع المستعملة لمحاولة تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ نحو 3 سنوات. ففي هذه السوق المزدحمة يدير الشاب حسين أحمد متجراً يعرض فيه الملابس المستعملة والأحذية وجميع أنواع الإلكترونيات وأدوات المطبخ والأدوات المنزلية. هذا المحل فيه كل شيء بصراحة، فيه من المعلقة للبراد، أي شيء بتحتاجه موجود، لأنه أصلاً الناس لما بدها تسافر أو عم تبيع أغراض بيت عم بتبيع كل شيء، فشو ما بتحتاج موجود، يعني من ألعاب الأولاد ولا عدة المطبخ ولا البيت ولا الصالون ولا الأكل ولا أي شغلة يعني. حسين أحمد كان يدرس الهندسة في سوريا ويحلم بأن يكون رجل أعمال قبل أن ينتقل إلى لبنان أملاً في حياة أفضل، وبدأ العمل بمجال البناء حتى قرر بسبب الأزمة الاقتصادية أن يتجر في كل ما هو مستعمل، فقد اجتمعت تداعيات الأزمة الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية وانهيار العملة لتدفع بكثير من اللبنانيين إلى بيع أثاثهم أو أجهزتهم الكهربائية. الوضع ما فينا نشتري أول شيء جديد، لأنه كل شيء جديد ما حتقدر تشتريه، فنضطر نجي على الأشياء المستعملة، مثلا مثل أدوات المطبخ أو أدوات البيت كلها، عرفت شو؟ وتظهر الإحصائيات أن الانهيار المالي في لبنان تسبب في خفض قيمة العملة بأكثر من 90% ونشر الفقر، لتتفجر أكبر أزمة تزعزع استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً. إمراه بابط، ترت عربي. نصرت بيعنا شو؟